من المعظم. بعتهم الاربعه على الاوضه. لو تكرمتم انا عايز اقعد مع السلطانة الام والحريم الاربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي مالك شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامطه الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الأم. وانا السلطان المعظم. وممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضفي الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متأكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متأكد. فاكرة من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالأمارة؟ خدت مني 700 دولار، حصل ولا لأ؟ حصل حصل، سليمان حبيبي، افتكرت، افتكرت. 700 دولار، أيوه، بس أنا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانة. رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوه، التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب، انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبيات، اتاخد 2. وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبيتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. الولد اتجنن. إبراهيم باشا! إبراهيم باشا! يا ابراهيم باشا، بتدعيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالتي واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا ابلة، ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابلة، يلا يا ابلة، يلا يا قمر، ونكمرهم في الكم. ده ايه القمر ده؟ سكر وعسل؟ حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي، ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق، عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، قشرها لي يا مدحت. اصحوا، كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وأبهدلها،
بس انا بتبع مكارم الاخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمه. انا مش فاهم بيبصوا لي ازاي مع اني صايع قديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع تنبل. معلش يا مولاي معلش 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 معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا. انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكوريدور ده. كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام وانتي عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل. اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، ان انت ما بقيتيش مركزه مع السلطان المعظم وليكي اهداف اخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في ايدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. ايه يا افندم مولاي؟ يا فندم انت داخله بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ انت بتستهبلي يا وليه؟ انا مش كذا مره مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحه جايه في القصر. قلت لك في زفت رجاله وفي ناس. ايه يا وليه انت متجوزه كوافير ولا ايه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط؟ صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت خد يا بنت تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها. مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها. اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل. ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد اتسلى واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطانه على الخواتم. فراغ فراغ حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6 برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا عن ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوف صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر. طلعي الخنجر ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك فرمان طلع يطلع عليها دلوقتي وتتذبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب. خيانه. يا النساء يا النساء. انت يا زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي. بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطانه هيام قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق. خليها تظبط اللازم. يا ميلت بختك يا هيام. يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد في. يا
يا هيام لازم تتأكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم. انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيرة جدا، اوبشنز خطير. انت حنينة كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قوليلي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا، بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش منظار. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي فول اوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصه يا خنفاسه يا قرده يا منسنسه. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصه ومخلصه ودارسه ومدرسه. بعدين انت واقف معاكوا ترميسه ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوه. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشب. ايوه ما تضربي بالشمشب اللي انت ماسكاه ده، انت مزغرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اديها بضهرها امي عند